رفضت إقامة مراسم العزاء لقرينها بعد رحيله، ومفاجأة كانت عائقاً أمام حضورها لتلك المراسم. سيدة بريطانية تثير جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فما قصتها؟ مواقف غريبة كثيرة تكشفها لنا مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح مدعاة للضحك والحزن في آن واحد، وتختلط المشاعر فلا تكاد تفسر ما يدور أمامك. وهنا سيدة بريطانية بكلمات بسيطة تصبح حديث جميع الرجال، ويختلف الجمهور في إيجاد وصف لما فعلت وما قالته علانية أمام الآخرين. فماذا حدث مع هذه السيدة؟ خرجت هذه السيدة البريطانية التي تدعى أيمي فجأة في فيديو مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي بملامح حزينة جدا، لتحكي عن موقف تعرضت له تسبب لها في إزعاج كبير وأزمة لم تستطع أن تتصرف معها، إلا أن القرار الأخير الذي اتخذته دون أن تأخذ في الاعتبار عواقب ذلك القرار، لكن ما حدث لها بعد ذلك كان هو الأزمة الكبرى لها على عكس ما كانت تتوقعه. القصة بدأت لتلك السيدة بعدما قررت أن تقضي إجازة الصيف في تونس، لكنها تتفاجأ بخبر رحيل شريك عمرها، لتبقى حائرة على حد قولها، هل تكمل إجازتها الصيفية أم تقطعها وترجع لتحضر مراسم العزاء؟ لكنها في الأخير قررت ألا تقطع عطلتها الصيفية، ما أثار اندهاش المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. أكدت أن استمتاعها بالإجازة التي تنتظرها على مدار عام أهم بكثير من حضور جنازة زوجها، وقالت: اليوم تقام مراسم عزاء شريك حياتي، وهو أمر لا أستطيع القيام به لأنني مشغولة هنا في تونس لسوء الحظ بالنسبة لي. لقد قرر أن يرحل في الأسبوع الذي خططت لقضاء الإجازة فيه، لذلك اتخذت قراراً بعدم الذهاب. كشفت تلك السيدة عن السبب الذي جعلها لم تحضر مراسم العزاء، وهو أن قرينها اختار توقيتاً سيئاً للرحيل، وأنها ليست مضطرة كما ذكرت للجلوس في الكنيسة لحضور ورؤية الجميع يبكي، فبالنسبة لها الإجازة تأتي في المقام الأول. ومن باب الوفاء لشريك حياتها أعلنت تقديمها وداعاً جميلاً له على حد وصفها، لذا ستسهر الليلة مع صديقها الذي التقت به مؤخراً، مضيفة: سأرفع لك كأساً يا جيرمي مع صديقي لأنك كنت رجلاً رائعاً وغنياً جداً. لاقت هذه السيدة بعد موقفها هذا انتقاداً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، فبين ضحك الجمهور على ما تقول وتذكره، وصفها أيضاً بأن قلبها شديد القسوة بعد هذا الموقف الغريب، وكتبت لها أخرى قائلة: أتمنى عندما ترحلي أن يستمتع جميع أحبائك بإجازتهم، وستكونين وحيدة أيضاً. لتجيبها ضاحكة: لن أكترث لذلك وأنا راحلة عن الدنيا. الطريف أنها بعد كل هذا الجدل الذي واجهته تلك السيدة قد تبين أنها مشهورة جداً ولها الآلاف بل الملايين من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأن ذلك الفيديو كان مجرد مزحة فقط ولم يحدث في الحقيقة. وإن كان الفيديو حقيقياً، فهل تقبل من شريكة عمرك هذا التصرف؟